تقدم مستحق للأهلي على الترجي في الشوط الأول بهدف مبكر في الدقيقة 3 من رأسية رامي ربيعة داخل شباك مميش. كابتن شريف، يعني سيناريو البداية ولا أروع ولا أفضل، كلنا تمنيناه، ولكن إيه اللي حصل بعد الهدف؟ مفيش، طبيعي إنك أنت بعد ما بتجيب جول بتهدى شوية، الدنيا بقت الأمور مستقرة عندك، بتحاول تبحث انك انت الهدوء يزيد عندك كويس. وانك تلعب على الباص السليم اللي هو ما يعملش رد فعل ليك، زي انت شفت انت لما بتغلط اكرم لما غلط وعمل باصك اتعملت عليك كونتر اتاك راحت بيك، هتبقى مشكله لولا ان محمد عبد المنعم ساب الراجل لا يروح على الشمال، ما راحش معاه وفضل واقف في المنطقه دي وخد الكره العرضيه وهو متوقع الكره هتبقى بهذا الشكل يعني. فانت مفيش حاجه ضدك مع فرقه زي دي ما عندهاش حلول غير انك انت تديها كوره في منطقه بتضرب 6-7 لعيبه بتوعك وهما بيهاجموا، فلازم الشكل الهجومي عندك وهو بيفكر في الهجمه او نهايه الهجمه يبقى في تحركات شويه. انا شايف ان امام عاشور بيعمل اللي ليه ومن اللي عليه والديفندر والبلي ميكر وناحيه الشمال، فلابد ان يزرع في هذا الملعب لاعب بلي ميكر يشيل عن امام عاشور الشكل اللي في نص الملعب جنب امام عاشور، يشيل على امام عاشور المجهود الكبير قوي اللي هو عامله النهارده ده ويخليه متفرغ ان هو يبقى يلعب تحت وسام ابو علي او تحت راس الحربه اللي بيبقى موجود. عندك تدوير كتير قوي يا ايمن في الملعب من لعيبه، لو خرج اي لعيب يقدر اي لعيب يلعب في نفس المركز الثاني، يعني لو خرج بيرسي تاو ونزل رضا سليم، لو خرج اسامه ابو علي ونزل رضا سليم بيرستاو يخش جوه حسين الشحات يقدر يروح ناحيه اليمين، عندك تدويرات كتير قوي، ولكن في وجود قفشه كصانع العاب وتمبو في ايقاع المباراه ويقدر يبني لك هجمه جديده، ده هيبقى لك شكل تاني في الشوط الثاني. كابتن اسامه، تقدم مستحق للنادي الاهلي والهدف جاء مبكر زي ما قلنا، بس هل الهدف المبكر اثر على اداء الفريقين؟ هو في الملعب اثر، بس هو مش المفروض ياثر، هو مفروض النادي الاهلي جاب جون في الدقيقه 3، ده نموذج يعني عمرك ما تتمنى اكتر من كده. انا مستغرب بس ليه لعيبه الاهلي بتتراجع لورا، الطبيعي ان لازم يكمل الضغط، الطبيعي ان يكمل الضغط. فرقه الترجي بعد الهدف الدقيقه 3 دي تربكوا، انت مفروض تستمر بيرسي ووسام وحسين ونص الملعب يضغط لقدام، هيرتبكوا لان هم بيغلطوا كتير، امين توجاي وياسين مرياح وكريم فؤاد وحميده وبن علي الاربعه اللي ورا بيمرروا الكره ببطء جدا، الضغط عليهم بيربكهم، حتى ما عندهمش السرتباكين، ما عندهمش الرشاقه والسرعه، فانت كنت المفروض تكمل ضغط. هي دي اللي انا مستغربها، ورغم كده انت جالك فرصتين ثلاثة كانت ممكن تخلص بيهم الماتش، الكرة بتاعت حسين الشحات الانفراد دي متأخر فيها قوي، في تسديدتين حلوين او ثلاثة، من واحدة من بيرسي واحدة من وسام كريم فؤاد واحدة من حسين، الجون برضو طلعها من بتاعت العارضة كريم فؤاد، في بعض التسديد النهاردة، ولكن انا شايف ان احنا بالغنا في الرجوع للخلف رغم ان فرقة الترجي ما عندهاش انياب حقيقيه، يعني هي في ال 45 دقيقه الكوره بس اللي اكرم اتقطعت منه واتلعبت بالعرض ناحيه الشمال بس كده. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. قلت لك كابتن في البدايات انت ممكن تحرز هدف 10 دقائق الاولانيه، هو كنا مرتبين السيناريو الثاني بس احنا في تراجع شويه وده طبيعي جدا للحفاظ على الهدف، للحفاظ على الهدف، ولكن انت المفترض انك انت تشتغل على الحته بتاعت نص الملعب وتمسك الكرة أكتر من كده كتير، والقادمين من الخلف ممكن تعمل حاجة كويسة، بدليل شفت كرة حسين الشحات لو هو جاي من ورا. الحاجة التانية المهمة، أنت بإيدك تغييرات كويسة في الوقت الحالي، يعني مش بقول أنا عارف إن مستر كولر مش هيغير بين الشوطين، لكن ليه لأ إنك أنت مثلا بيرسي تاو النهاردة مش في أحلى حالاته، ممكن رضا سليم يبقى متواجد، ممكن عندك بيرسي تاو يخش وسام يطلع، يا وسام ممكن يطلع ورضا وبرستا وكهربا ينزلوا وكهربا ومعاه قفشه كمان ينزل يمسك الكوره، عندك ثلاث تغييرات انا متخيل ان هم اللي هيحافظوا لك على اللعب. طيب كابتن بلال، تقدم الاهلي في الشوط الاول، كيف يفكر كولر في اداره الشوط الثاني؟ لا اكيد بيفكر رقم واحد انه يحافظ على الـ 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 المكسب يعني.
تمام، وده باين خد بالك كابتن ايمن بعد ما سجلت الهدف الاول واضح ان انت عايز تحافظ على المكسب، مش عايز تفتح الخطوط، عايز تلعب بشكل متوازن، وده اللي بينجح فيه فرقه النادي الاهلي بشكل كويس. مفيش اي خطوره على مرمى النادي الاهلي خد بالك في الشوط الاول 45 دقيقه على الاطلاق، بس محتاجين ان احنا ما نعملش يعني فاولات حوالين ال 18 عشان هم يعني مميزين في الحته دي. انما هل بالامكان ان احنا نسجل اهداف؟ بالامكان ان احنا نسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه خد بالك في ماتش زي ده. تحيه كبيره جدا جمهور النادي الاهلي في الشوط الاول اللي عامل ضغط شديد جدا على فرقه الترجي، هم بيمسكوا الكره قلقانين يعني متوترين جدا يا كابتن، مش قادرين يلعبوا من رجل لرجل، مش قادرين ياخدوا ثقه، ضغط الجمهور واضح، احنا كمان محتاجين ضغط من لعيبه النادي الاهلي بس في اول 10 دقائق التانيين، محتاجين اول 10 دقائق نسجل الهدف الثاني ونرتاح في المباراه اكتر من كده، مش عايزين يبقى هو الهدف بنشتغل كويس خد بالك، الاهلي بيشغل كويس، متوازن بشكل كويس، دفاعيا بشكل جيد جدا جدا جدا، بتعمل كل اللي انت عايزه في المباراه، بتروح هجمات مرتده كتير، ولكن انا محتاج اسجل هدف الشوط الثاني باذن الله تعالى عشان اقتل الجيم ان شاء الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني لتاكيد الفوز والتتويج باللقب الغالي. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.